أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق لينتهي يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أغسطس 2022 ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدايه شهر اغسطس الجاري